بما يستجيب. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كلمه النهارده بعنوان خط احمر. يا ترى ايه اللي جه في ذهنكم اول لما سمعتوا العنوان؟ الحدود. تمام الحدود، حلو جدا. ايه تاني ما تسمع كلمه خط احمر؟ يبقى ايه؟ ممنوع الاقتراب من ايه يعني؟ طيب مع الحدود تمام. ايه تاني؟ الايه؟ تمام، حلو جدا. انتوا على فكره قلتوا الحاجتين اللي انا هتكلم فيهم عشان ما نشتتش نفسنا في حاجات كتير. احنا هنتكلم نص الكلمه زي ما استيفانو قال عن الحدود، تمام؟ وهي بمعنى صح اختراق الحدود. اختراق الحدود بالنسبه لنا المفروض يبقى خط احمر. والنقطه الثانيه اللي كانت قالتها هي العقيده او التشكيك في الكتاب المقدس او في ايماني. هما دول النقطتين اللي احنا هنتكلم فيهم ونركز فيهم يعني. الحاجتين دول بالنسبه لنا في تعاملاتنا مع الناس تبقى خطوط حمراء. طيب هناخد الكلمه او الجزء الاولاني هو جزء روحي اجتماعي شويه، والجزء الثاني هيبقى عقيدي اللي هو التشكيك في الكتاب المقدس. طيب بالنسبه للنص الاولاني الحدود، اختراق الحدود وعدم احترام الخصوصيه، يا ترى ايه هي الاسباب اللي بتخلي الناس تخترقني او انا مش عارف احط حدود؟ ايه الاسباب؟ برافو، نمرة واحد فضول الآخر. وخلي بالكوا كل الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي عليا أنا، إن أنا مش عارف أحط حدود أو الناس بتخترقني، هينطبق بالظبط إن أنت تخلي بالك ما تعملش كده مع الآخرين. يعني اللي بيحب يحط حدود لنفسه تمام بيحترم اللي الآخر بيحطها برضه. أنتوا فاهمين عايز أقول إيه؟ زي ما ربنا يسوع قال ايه؟ كل ما يريدون الناس ان يفعلوا بهم هكذا انتوا ايه؟ افعلوا ايضا. يعني اللي انت ربنا يسوع بيقول اللي الناس عايزها تعمله فيك انت اعمله فيهم. انت عايز تحط حدود يبقى تحترم الحدود الناس الثانيه بتحطها. تمام؟ طيب يبقى نمره واحد اللي ممكن ان الاخر يخترق، عايز يخترق خصوصيتي ويتحدى يتخطى حدوده، نمرة واحد فضوله، عايز يبقى في حياتي. تمام، ايه تاني؟ انا بقى في مشكلة فيا ان انا شخصيتي ضعيفة، مش عارف اعمل الحدود دي او مش عارف اقول لا عند حد معين، يبقى انا شخصيتي ضعيفة. تلاتة، ايه تاني الاسباب اللي تخلي الاخر ممكن يخترقني؟ انت بتقولي ان انا ايه؟ بالظبط، ما ده اللي انا قلته في الاول، ان احنا الدنيا سايحه ما بيننا، يعني العلاقات ما بيننا سايحه، مفيش باوندرز، فاحنا داخلين في بعض قوي. تمام؟ يعني العشم الزياده او الناس الاصحاب اللي هم يعني عارفين اسرار بعض بزياده، ده في تبادل زي ما هي بتقول، كل ده اسباب تخلي ان مفيش حدود. تمام، ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني تخلي ان الناس تخترقني؟ خوفي من زعل اللي قدامي، صح ولا غلط؟ يعني اللي قدامي زي ما انت بتقول بيتعامل بعشم قوي، فانا خايف ازعله، او خوفي من ابتزاز الاخر ليا. مرة كان ابونا بولس جورج بيحكي، بيقول في بنت اتعرفت على واحدة معاها في الجامعة، لسه متعرفين جديد مع بعض يعني. فبيقول هي عزمتها انها تيجي البيت. فبتقول فلسه دي أول مرة تعرفها يعني. فبتقول فجأة إن البنت لما جت عندها في البيت يعني فتحت التلاجة وطلعت الأكل وابتدت تاكل وتقول لها عندك برجر؟ طب ما تعمل لنا برجر ومش عارف ايه بتاع. فمش قادره تقول لها لا،
فابونا بيحكي بيقول البنت بتقول له تاني مره جات لي فتحت الدولاب وطلعت اللبس وطلعت فستان جديد لسه كنت جايباه ما لبستوش وخدته وقالت له انا خدتها منها يعني قالت لها انا هلبسه. فطبعا هي مش يعني مش قادره تقول لا بس في نفس الوقت يعني خصاله يعني بقى انت ما تفوريش يعني. فبتقول لها لا يا حبيبتي ما ينفعش ده انا لسه جايباه ولسه ما لبستوش والناس ما شافتوش عليا مش عارف ايه. ايه ده؟ انت ما عندكيش محبه، انت ما عندكيش عطاء، انت مش كريمه، انت مش ابتزاز بقى، فاهمين؟ فهو بيحكي ان كل ده غلط. ان الاخر ابقى خايف من الاخر او خايف ان هو يبتزني كل ده غلط. تمام؟ طيب وضع الحدود هو علامه صحيه جدا. اتفضل. تمام ما غلط ما هو غلط. احنا لازم لما تيجي تتعاملي مع الشخصيات دي لما حد كذا حد يبين لها اللي بتعمله ده غلط هتحس وتعرف ان هي غلط. لكن لما احنا كلنا سايبينها طبعا زي ما انت بتقولي. طيب وضع الحدود لازم نبقى عارفين ان دي علامه صحيه جدا لحمايتي. انا دلوقتي لما يكون عندي ارض حته ارض مثلا مش بنحوطها بسور عشان ما حدش يخترقها، بيتي مش ليه باب بيتقفل وانا فاتح بيتي وكل الناس كده على المشاعر اللي معدي بيشوف انا عامل ايه صح ولا غلط. طيب فوضع الحدود هو علامه صحيه مش عشان ننعزل عن الاخر تمام ولكن لحمايتي. الحدود دي انواع، حدود نفسيه وحدود ماديه وحدود جسديه طبعا وحدود روحيه ايفن كمان. فانت وانت اللي بتحط الحدود للناس دي وتعرفوا تقولوا امتى نقول لا. يعني هديكم امثله عمليه. اتنين كانوا مرتبطين تمام وبعد كده مثلا هفترض السيناريو ده يعني. الولد لقى نفسه مش مستريح ودي بتحصل كتير او العكس يعني بيزاوية بس الحاجه عشان المثل انا اقوله ده بينطبق اكتر يعني على البنات. فلقى نفسه مش مستريح تمام فبيقول للبنت انا اسف مش قادر اكمل. البنت ممكن تكون متعلقه بيه فتعمل ايه؟ تبتدي تبتزه عاطفيا وهو يستسلم لهذا الابتزاز كل ده او العكس باي ذا واي تمام؟ فيبتدي يستسلم لهذا الابتزاز فيضطر يكمل ولما بيكمل بيخش في جوازه بتبقى جوازه صعبه جدا. كل ده او العكس او ولد يبتز بنت خلاص هي مش عايزاه مش قادراه مش قابلاه انا بحبك انا هموت نفسي تمام ونخش بقى في سكه كده ايه ان هما يضطروا يكملوا نتيجه ان هي او هو مش قادرين يقولوا لا. او مديري في الشغل تمام يبتزني يخليني اعمل حاجات غلط وانا مش قادر اقول لا. وهنا الكتاب بيعلمنا قاعدة مهمة جدا ينبغي ان يطاع الله اكثر ايه من الناس عند حد معين. اسف مش هقدر اعمل كده تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم كمان في العلاقات العاطفية ان ازاي ما يبقاش ممكن ما يبقاش فيه حدود. اولا ما بين الخاطبين نراعي ان ما يبقاش فيه اي نوع من الالتصاق الجسدي تمام غير بعد الزواج. انا مش محتاج ان انا اقول كده لان اي او اي خطوبه بيحصل فيها تعديات بتبقى مشاكلها كتير. فالبنت بالذات عند حد معين تقول لخطيبها لا تمام. طيب كمان في
في موضوع العاطفة ده نخلي بالنا في أشغالنا لا نتعلق بطرف غير مناسب لينا أو طرف مختلف عني في العقيدة. ما تسيبوش نفسيك وتخشوا أصلا في علاقة حد يخترقني ويعلقني بيه وأنا مش نفعله أصلا. تمام، هو شايف عندي احتياج وهو اللي بيلبي لي هذا الاحتياج وانا سايباني نفسي، او العكس. انا في شغلي بنت مختلفة عني خصوصا في العقيدة شايفاني وحيد او لسه ما اتجوزتش وعندي احتياج، طب ما يلا ندوس وانا سايب نفسي. فكل ده اختراق لخصوصياتي واختراق للحدود اللي المفروض ان انا احطها. او برضو بتحصل كتير، نلاقي ناس اتنين متزوجين وعلى بعض في خلافات ما بين المتزوجين واحنا زي السذج بنحكي، ونلاقي طرف تاني دخل في الموضوع سواء من عقيدتي او من غير عقيدتي. الخصوصية اللي المفروض اللي انا عاملاها انا وخطيبي او انا وجوزي انا اللي خليت الناس تخترقها. فاهمين عايز اقول ايه؟ فبيوتنا مقفول عليها مهما كانت درجة الخلاف. أنا بقول الكلام ده لأن في ناس متجوزين في الاجتماع وفي ناس خاطبين وفي ناس لسه هيقبلوا على الارتباط بعد كده. نخلي بالنا من الكلام ده. محدش يخترق الحدود بتاعتنا الأسرية مهما كان. حد في الكنيسة، حد من قرايبي، نو واي. أسرار بيتي ما تطلعش، لأن لما أسرار بيتي بتتعرف لواحد وهذا الشخص لو مش أمين الكنيسة كلها عرفت، الشغل عندي كله عرف. للأسف مش ده الواقع. فلازم نحط حدود آمنة في التعاملات، وأنا بحط الحدود دي لازم يكون عندي لطف في حزم بس اكون لطيفه. ما تبقيش ده وانت ما تبقاش دبش، خليك حازم بس حازم يعني بلطف. كونوا لطفاء، كتاب نفسه بيقول لنا كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، بس في نفس الوقت عند حد معين في حزم. في حته الحدود برضو في قاعده مهمه جدا لازم نراعيها، اللي هي ايه؟ ابعد بمحبة وقرب بحدود. ابعد بمحبة وقرب بحدود، يعني في علاقتك او علاقتك مع الاخر افتكر الجملة دي. ابعد بس بمحبة، محتفظ بمحبتك للجميع. احنا كمسيحيين المفروض ما يبقاش عندي كراهية لأي شخص حتى لو هذا الشخص بيكرهني أو عدوي. دي وصية كتابي. فابعد بمحبة. ابعد عن الشخصيات السامة اللي ممكن تخليك تنزلق للإدانة، لأنك أنت تكره نفسك. ابعد، خد جنب، ولكن ده ما يمنعش انك انت تحبه او تصلي له، ما يمنعش خالص، ما فيش تناقض. من كام اسبوع كان شريف اخويا بيتكلم عن كتاب العلاقات بتاع اوصل وصفي، وقال لو احنا وصلنا لمرحله ان انا مثلا على الميديا اعمل حدود لناس من خلال الانفريند او البلوك ما فيش مشكله خالص،
لما حاس ان هذا الشخص بيتتبعني او بيكرهني او عايز يخترقني او عايز يعرف اسراري وانا عارف ان هو بيكرمني ليا عدم محبة او بيتكلم عليا او بتتكلم عليكي، مفيش مشكلة خالص انك انت تعمل unfriend او تعمل بلوك، مش حرام على فكرة، ده نوع من انك انت بتحترم ذاتك وحاطط حدود لنفسك، مش غلط ومش حرام. عشان كده بيقول لك ابعد بمحبة. محدش قال ان انت تتكلم عليها تتكلمي عليها وحش ولا تدينيها ولا تشردي، يعني تتكلمي عليها في وحش مع الناس كلها، ما حدش قال كده. لكن عند حد معين انا اسفه، ما انا عارفه ان انت بتتكلمي عليا بمرارة وعارفه ان انت بتعملي وبتعملي وبتعملي. انت ايه التصنع اللي احنا بقينا فيه ده؟ فما تخلوش حد يخترق هذه الحدود حتى على الميديا. وبمناسبة الميديا دي الحاجة اللي هختم بيها الجزء الاولاني من الكلمة عشان نخش على النص التاني اللي هو مهمة برضو، اللي هو التشكيك في ايماننا وفي كتابنا المقدس. تعالوا نتكلم شوية كده في 3 دقايق على الميديا. ليه تملي بنفترض حسن النية في التعامل على الميديا؟ ليه؟ وليه الكلام ده عندنا احنا اكتر من الاخر؟ بصراحة اتكلم معاكم بصراحة. ليه 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 التعامل بحسن النية الزيادة ده قوي؟ حضرتك كنت في فرح او على البول بلبس معين، ليه افتراض حسن النية قوي كده؟ انا بشوف ساعات احيانا يعني مناظر او صور بتتحط لبعض البنات او الستات المسيحيات، ما هذه السذاجة؟ انت عارف الصور دي بتعمل بها ايه؟ انت عندك 300 400 500 فريند، ليه ما بتفترضيش ان في 2 3 منهم بيشوفوا الصور دي وبيتعاملوا معاها بطريقه سيئه؟ ليه؟ ليه الافتراض ده اسمه سذاجه على فكره؟ كلامي موجه اكتر للبنات. ليه التعامل بهذه السذاجه على الميديا؟ لدرجه ان انا بحس ان احنا احيانا بتوصل لمرحله ان احنا بنخلق الايفنت، بنخلق، شوف انا عايز اقول ايه، بنخلق الايفنت عشان نحط الصور على الميديا. يا نهار اسود، ايه ده السذاجه اللي احنا فيها دي؟ انا بروح حته معينه واتصور بشكل معين لمجرد ان انا اطلع على الميديا. ايه ده؟ دي نهايه الايام يا جدعان. انا ساعات بشوف بنات وقت الفرح بتاعها بتحط صور ما ينفعش يا جماعه خالص. ايه ده؟ وانتوا كرجاله ما ينفعش تسمحوا لخطيبتكم ان هي تتصور بهذه الطريقه وتتحط الصور على الميديا؟ ده اختراق للخصوصيه بطريقه صعبه جدا. ما هو ما انا مش عايز بقى اخش في الدوافع اللي بتعمل كده، دي قصه ثانيه. يعني ده طب ما انتوا عارفين اهو كل الكلام ده، ما بنعمله ليه؟ فخلي بالكم على الميديا. عندك وعندك الحق ان حد بعت لي فريند ريكوست انك انت ما تقبلش الفريند ريكوست. هيزعل يزعل. هو حبيبك، صاحبك، قريبك، اوت من الحاجات دي ما تعملوش، وانت ما تعملهاش او ما تعملش للي معاك في الشغل طالما انت مش كلوز لي. ليه يخش ويعرف اسرار حياتي وانا فين وكنت فين وبعمل ايه وبفكر في ايه؟ مش غلط يا جماعه ومش حرام. فده بس على الجزء بتاع الميديا. كل ده النقطه الاولانيه اللي انت قلتوها، كلمتنا بعنوان خط احمر، يبقى انا بحط حدود مع الاخر، ممنوع ان الاخر يخترق الحدود او الخصوصيه بتاعتي او بتاعه اسرتي. طيب النص الثاني من الكلمه هنشوف ان في خط احمر اسمه التشكيك في كتاب المقدس. اللي فيكم اكيد الفيديو ده اللي فاتت ناس كتير
يعني شيعته بتاع سيدنا البابا اول امبارح لما بيعلق على حملات التشكيك اليومين دول. ارجوكم لازم تسمعوا الفيديو ده، احنا لازم نبقى شباب ابديتد. اسمعوا البابا واللهجه اللي بيتكلم بيها، بيتكلم منتهى القوه. لازم تشوفوا الفيديو ده. البابا بيقول الهجمه الشرسه اللي على المسيحيه اليومين دول، هو حضرتك هتجيب جديد منين يعني؟ مسيحيه بقالها 2000 سنه. مفيش سؤال، بابا بيقول كده، مفيش سؤال هتسأله ملوش إجابة عندنا في المسيحية. مفيش. لما أحد يعني كنت بسمع أحد المتكلمين بيتكلم عن موضوع استحالة التحليل في الكتاب المقدس، فهو بيقولها يعني بطريقة ظريفة شوية. بيقول إيه؟ لما كنت باجي أخش مع نقاش مع حد بيتكلم عن تحريف الكتاب، بيتهم الكتاب ان هو محرف، فباجي اساله شويه اسئله، مين محرف الكتاب المقدس؟ يرد يقول لي الكتاب محرف. اين النسخه الاصليه من الكتاب المقدس اللي غير محرفه؟ كتابكم محرف. طيب امتى تحرف الكتاب المقدس؟ كتابكم محرف. يا ابني رد عليا، ما نخش كده في حوار، قول لي كده، نتكلم بالمنطق والعقل وبالادله. امتى اتحرف كتاب المقدس؟ عندك نسخه تقول النسخه دي هي الصح وكل اللي معاك ده مضروب؟ مفيش، خلاص ما تتكلمش. تمام. طيب ماذا عن كم المخطوطات والبرديات للعهدين اللي بترجع لكرون القديمه بدار مثلا فيه؟ عندنا مخطوطات للعهد الجديد اللي كتب في القرن الاولاني، مخطوطات ترجع القرن الثاني والثالث. شوف الفاصل الزمني، بلاش المخطوطات، كم الترجمات المتوفره للكتاب المقدس بعهديه منذ القرون الاولى؟ يعني انت بتتكلم في اول اربع قرون مثلا، لو انت العهد القديم مكتوب بالعبري والعهد الجديد باليوناني، اترجم الكتاب في اول كام قرن للاتينيه اللي هي الفولجاتا، وللسوريانيه، وللقبطيه اللي بتيجي في القرن الثاني بانتينوس. عندك مخطوطات، عندك ترجمات، وخد بقى عندك في القرون الاخيره دي كل اللغات تقريبا الكتاب المقدس مترجم ليها. طيب في شهادات للاباء في الاربع قرون الاولى اقتباسات من الكتاب المقدس خاصه من العهد الجديد، الافات الاقتباسات. طيب ففي ادله كتير عن كتابنا المقدس، وربنا يسوع نفسه قال الكتاب الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. هو روح وايه؟ وحياه. فلن اسمح لحد يشككني في كتابي المقدس. ده روح، ده بيطلع كده روح وحياه. انا بتلذذ بكلام الله. لما الاقي كتاب كتبه 40 كاتب، موسى كان قبل السيد المسيح ب 1500 سنه، وكتاب العهد الجديد كتبه في اول 100 سنه، كتب عبر 1600 سنه. كتاب فيه 73 سفر، كتبه 40 كاتب في 1600 سنه، بيتكلم عن نقطه اسمها الخلاص وشخص اسمه ربنا يسوع. ايه ده؟ ده انا لو هنقعد مع بعض ونحاول نعمل الكلام ده في القرن ال 21 بالارتفيشال انتليجنس مش هنعرف. مش هنعرف. لأن تكلم إناث الله القديسون مسوقين بالروح القدس. ده الروح القدس، روح الله هو اللي شغال. هنا نقطة بقى مهمة. لما حد يجي يشككني في الوحي، لازم أبقى عارف الوحي في المسيحية عبارة عن إيه. الوحي عندنا في مفهومه هو عمل إلهي بشري. لو قلت الهي فقط لغيت العنصر البشري.
ولو قلت ان هو بشري فقط يبقى فين روح الله القدوس اللي اتكلم بيه؟ وفين كل الكتاب هو موحى بيه من الله؟ فين الكلام ده؟ ربنا بيحب تملي ان احنا نشتغل معاه، نشتغل معاه. تكلم اناس الله الجزء البشري، الله المقدسون مسوقين بالروح القدس الجزء الالهي، في سينرجية في المسيحية، تناغم. انا بكتب وروح الله يسوقني معايا، فهو ده مفهوم الوحي في المسيحية. طيب لما نيجي نقرا نصوص معينة، هديكم شوية تيبس كده نخلي فيها لما نيجي نقرا بعض النصوص عشان محدش يشككنا. القاعدة الأولى بتقول context not text. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السياق وليس النص. السياق اهم من النص. بمعنى هتجيب لي كده جمله في النص تقول لي شوف اتفضل، الحرف يقتل. الحرف ماله؟ يقتل. بمعنى هنشوف دلوقتي، انا هجيب لكم كده في اخر 10 دقايق 4 5 نصوص او ايات، وهنشوف ازاي نفسرها بالطريقه دي. يعني ايه كلمة context not text؟ السياق وليس الحرف. يعني لما مثلا نشوف ابي اعظم مني، بص اهو واضحة، هو المسيح بتاعكو ده قال ابي اعظم مني. لو انا مسكت النص لوحده، طب ما عنده حق. طب ما المسيح اهو هو نفسه بيقول كده، واريوس نفسه جاب النص ده وقال بنى عليه عقيده بحالها. طيب انا بقى كونتكست دي يعني ايه؟ يعني هشوف السياق اللي ربنا يسوع اتكلم فيه، وهل الايه دي متماشيه مع بقيه الايات في الاصحاح؟ وهل متماشيه مع بقيه الاصحاح في هذا السفر؟ وهل متماشية مع بقية أسفار الكتاب المقدس؟ هو ده معنى كلمة السياق context. فلما اجي اشوف آية زي كده، الله، طب ما ربنا يسوع قالها في حالة الايه؟ الإخلاء، كينوسز. كينوسز زي ما في فيليب 2 ان هو لم يضمر اختطافا ان يكون معادلا او مساويا لله، لكنه اخذ شكل العبد. هي دي حاله الاخلاء، حاله الايه؟ الاخلاء. زي ما بنقول في القداس كده، تجسد وتأنس والكلمه صار جسد. يبقى ربنا يسوع بيقول ان في حاله الاخلاء اللي انا فيها دي، شكل العبد ده بالطريقه اللي انا واخدها دي، يبدو وكأن ابي في مجده اعظم مني. انتوا شايفيني واخد شكل العبد، شايفيني متبهدل بالاخر، يعني اتولدت في مزود وامي خدتني وهربت بيه على مصر كأننا خايفين، جيت هنا عايش معاكم في الجنين ومش لاقي حتة اسند فيها راسي، واحيانا بجوع وبعطش وبيتف عليا وبتخان، ولما صاحبي يموت اعيط عليه. الشكل كان مش ده مش اله يا جماعه. فهو بيقول لهم باللي انتوا شفتوه ده ابي اعظم مني. لكن ليه ناسيين ايات كتير جدا جدا تتكلم عن مساواة الابن للاب؟ ما هو نفسه قال ايه؟ من رآني فقد رأى الاب. انا في الاب والاب في، انا والاب واحد. فلما بمسك الحرف او التكست بعيدا عن السياق، ممكن اشد او ممكن اتشكك بسهولة جدا. فدي اول قاعدة.
تمام؟ ثاني قاعدة إن مش كل الآيات بتاع الكتاب المقدس تفسر حرفيا، وده يخشني بقى يخليني أدخل على أنواع التفسير. لازم نبقى فاهمين الكلام ده، مش كل النصوص في الكتاب المقدس تفسر حرفيا. تفسير الحرفي او بعض مثلا الاحداث التاريخيه، ده حصل كذا في اليوم الفلاني، تمام، دي خلاص مش هنتكلم فيها. لكن في احداث وبعض العبارات اتكتبت وبعض النبوات في العهد القديم ما ينفعش تتفسر حرفيا. لما داود يقول مثلا الهي الهي لماذا تركتني، دي نبوه صريحه عن وقت الصلب لما ربنا يسوع ردد نفس الايه. اشعياء 53 اللي خدناها هنا مره مع بعض، النبوات المشهد بتاع الصلب ده، هو اشعياء مثلا هو نفسه حصل معاه الكلام ده ما حصلش معاه الكلام ده، فكان ما ينفعش ان هو يتفسر. بعض الاحداث اللي في العهد القديم اللي بترمز دي مملكه الشر، يعني مصر مثلا كان في العهد القديم ترمز لمملكه الشر رمز، ففي حاجات تفسر بطريقه رمزيه، ففي تفسير حقيقي او حي او حرفي او تاريخي لاحداث حصلت فعلا او وصايا مباشره، وفي اجزاء تانيه تفسر رمزيا او روحيا بصوره روحيه، وفي تفسيرات نوع تالت من التفسيرات اسمه التفسير الخريستولوجي، ان انا بشوف فين المسيح في النص. واكتر واحد معروف عنه الكلام ده في التفسيرات دلوقتي في جيلنا ده يعني ابونا تدرس يعقوب، نظرا ان هو بيستعمل اقوال اباء كتير، فتيجي تشوف تفاسيره للعهد القديم تلاقي يقول لك الحته دي المسيح هنا. وكل واحد فينا عند مرحلة معينة بيبقى محتاج ان هو يبقى اكثر نضجا في طريقة استقباله للنص، يعني مش هنتوقف طول عمرنا عند التفسير الروحي. التفسير الروحي ده مرحلة لازم نتخطاها، حلو جميل جدا ورائع، بس لازم نبقى اكثر عمقا في دراستنا الكتاب المقدس ونشوف. لما انا شخصيا لما باجي احيانا بيستهويني ان انا ادرس اسفار العهد القديم بالذات من المنظور ده، المنظور النسياني، المسيح فين في الحدث ده. فدي ممكن تلاقي نفسك مش عارف انك انت تجيبها لوحدك، فممكن نستعين بصديق، نستعين ببعض التفاسير. طيب انا في 5 دقايق بالظبط هقول لكم كام، او 10 دقايق ماكسيمم يعني، هقول لكم على كام ايه كده اهو ممكن يتم التشكيك من ناحيتها، تمام، ونشوف ازاي نقدر نفسر النص ده. طيب عندنا مثلا نص زي انا طبعا محضر كتب نصوص كتير بس مش هناخد غير حاجات بسيطة، يعني مثلا لا تظنوا اني جئت لأقولك سلاما على الارض ما جئت لأقولك سلاما بل سيف. بصوا المسيح هو اللي قال كده، مش جاي عشان ادي سلام لكن سيف، بس واضح اهو. طيب لو انا هتعامل مع النص الحرف مش هينفع، لازم السياق. فالجزء ده كان ربنا يسوع بيتكلم عن، بيقول للتلاميذ خلي بالكم انتوا رايحين تبشروا، وانتوا بتبشروا في آلام هتقابلكم
وفي سيف، وانتوا بتكرزموا. انا اسف ان انا بقول لكم، انتوا في 11 منكم، انتم 12 هيتدبحوا بالسيف. هو الغلبان اللي اسمه يوحنا ده هو ده الوحيد اللي هيعيش، هيشوف برضه ايام سودا يعني، وهيتنفي بس مش هيتقتل بالسيف. بس خلي بالكم انتوا على الاقل فيكم 11 غير الرسل، هتشوفوا ايام صعبه. فانا الدنيا مش هتبقى بيس بلغتنا كده، ما جئت لملكي سلاما مش بيس. مش هتخش في المدينه من هنا وتقول لهم في واحد عندنا في اورشليم كان اسمه ربنا يسوع او يسوع، هذا الشخص مات وقام وعمل معجزات و يقول لك يلا نتعمد. وربنا يسوع نفسه لما ظهر للتلاميذ بعد القيامه قال لهم ايه؟ سلام اترك لكم، سلام يعني انا اعطيك. ده ربنا يسوع اله السلام. واهم ثمار الروح محبه فرح سلام. فسلام ايه اللي انت بتشكك فيه دلوقتي؟ فالسيف ده تفسيره ان بانتشار الكرازه في صعوبات وفي تعرض لسيف. دليل تاني برضو في حديث ربنا يسوع الوداعي مع التلاميذ خميس العهد بالليل وهو داخل على الالام، بيقول لهم خلي بالكم دول كمان شويه، كمان فيو اورز يعني كمان كام ساعه هنروح البستان وهيقبضوا عليا، هيسلموني، ويهوذا ده اللي بياكل معانا دلوقتي هيسلمني. فبطرس اتحمق وقال له ايه؟ بص معايا سيفين اهم، تمام؟ فسال المسيح بيقول له هذا يكفي. ففي ناس تقول لك اهو هذا يكفي. طب ما تيجي تشوف ابسط حاجه خالص، لو مش هنرجع للنص اليوناني هنرجع للنص او الترجمه الانجليش نشوف هي مكتوبه ايه. فهي مكتوبه it's enough او that's enough. عارفين ايه that's enough؟ كفايه بس الكلام ده مش عاجبني يا بطرس، كفايه بلاش تتكلم بالطريقه دي. اما لو كان بيقول له ان السيفين دول كفايه يعني هيقضوا الليله يعني احنا هنخش بقى في حرب يعني، كان قال له they are enough. فاهمين؟ فهو بيقول له هذا يكفي، يعني مش ده الاسلوب يا بطرس اللي احنا نتكلم بيه ولا نتعامل بيه. هو اكبر دليل على كده ان بعد كام ساعه لما بطرس قطع ودن ملخص يسوع جري وعمل ايه؟ ورجع له ودنه، قال له لا دخل سيفك. فده مش اسلوبنا خالص. ده نص. النص الثاني ودي برضو آية مهمة جدا، لما ربنا يسوع ظهر للمجدلية بعد القيامة قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخواتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هنا بقى عايزين نعلق على كذا حاجة. أول حاجة حتة لا تلمسيني دي، ده فيها شكيك، يقول لك ايه؟ بص ده ما بيخليش الستات تمسكه، صح؟ لا تفسير. طيب تعالى كده معلش نرجع كده، لو حضرتك قال يعني ادرس يعني هتعرف ان ده مش الظهور الاول للمسيح بعد قيامته. اول ظهور خالص كان في الظلام باقي، كان لمين؟ هي هي شخصية، وعلى فكرة خليها تلمسه. ده مش ظهور. طيب فهنا الآباء بيفسروها بتفسيرين، لازم نبقى عارفين الكلام ده لينا حتى، يعني مش لازم نرد. يعني أنا عن نفسي شخصيا خالص عمري ما بخش في ديبيت مع حد في شغل ولا في أي حتة خالص، بقفل بقطم يعني، ولا بسمح لنفسي ان انا اتفرج على الفيديوهات اللي الناس بتقعد طول النهار منميه بتشكك دي خالص. لا يستهويني الموضوع ده خالص، ولن اسمح لحد ان هو يشككني خالص. فانا لو بدرس ليه؟ عشان حتى انا شخصيا
شو ما يجيش يشككني انا شخصيا يعني. المهم فالاباء بيفسروها تفسيرين. التفسير الاولاني بيقول ايه؟ لا تلمسيني يعني يعني ما تمسكيش فيا مش وقته يا مريم، لاني لما اصعد بعض ولادي يعني انا قاعد معاكم 40 يوم فلسه الوقت جاي وهاجي لكم واظهر لكم كتير. فده التفسير الاولاني، ترجمه من التعبير اليوناني ما تمسكيش فيا، مش مجرد ما تلمسنيش كده. هم ربنا يسوع خلى المراه نازفه الدم اللي هي نجسه تمسكه اصلا، هو ربنا يسوع كليه قداسه هيخاف من واحده ست تمسكه حتى فيها دم؟ ايه التفكير ده؟ فده تفسير اولاني لا تتشبثي بيه. او التفسير الثاني برضو بعض الاباء التانيين يعني بيفسروه بيقول انك لا تلمسيني لم اصعد بعد الى ابي في فكرك، يعني انت لسه بتشكي فيا يا مريم، يعني بعد ده كله انا ما صعدتش بفكري بفكرك لمستوى ابي للمستوى اللي يهمها ان انا ممكن اقوم من الايام من الاموات، انت لسه بتقولي انت البستاني ولو خدته هات لي جسده ايه. فدول التفسيرين. طب النص التاني بتاع الايه بيقول ايه؟ ابي وابيكم واله والهكم. طب ليه ما قالش ابونا والهنا؟ حد عارف ليه فرق؟ اتفضل. تمام. طب وإلهي وإلهكم؟ طيب انت قربت. تمام تمام. ابي وابيكم، لان فعلا زي ما قلت فرق في البنوة، بنوة الابن اللوجوس المسيح للاب هي بنوة طبيعية حسب الطبيعة، ولكن بنوتنا احنا للاب بحسب النعمة، كتخارن بحسب النعمة، في فرق. والحاجة التانية اله والهكم، نفس من شوية ما كان بنقول الموضوع ايه؟ ابي اعظم مني، ان هو لسه انتوا شايفينها دي يبدو كانه الهي، كان بناسوتي اللي انا واخده ده هو ده، ايه زي ما ربنا يسوع على الصليب قال الهي الهي لماذا تركتني. تمام. فبيتكلم ناسوتيا، ولكن هو الهكم بقى بالطبيعه، هو ده الهكم فعلا. تمام. ففي فرق، في فرق في الابوه، ابوه الابن للاب هي، او ابوه الاب للابن هي ابوه ده بالطبيعه، هو كده ده ابنه المولود منه منذ الازل، لكن احنا ربنا انعم علينا بالنعمه ان هو يصير ايه؟ ابونا. فالخلاصه ما تخلوش حد يشككوا في كتابك المقدس، زي ما سيدنا البابا قال من كام يوم، ادرسوا استمتعوا بالكتاب المقدس وادرسوه وافهموه كويس وما تخلوش حد يشككوا، ده خط ايه؟ احمر. تمام. اشكركم واسف على الاطاله، ولو حد عنده تعليق او استفسار. تمام اتفضل. طيب كويس. هو مايكل بيقول احنا ليه مش بنرد؟ بص في كذا مدرسة في الموضوع ده. مدرسة الأولانية بتقول إن أنا لو ما ردتش ده مش معناه إن أنا ضعيف أو إن أنا مش عارف أرد. يعني ممكن أبقى دارس وعارف أرد، بس أنا مش عايز أرد. مش عايز أخش في السجال ده، لأن السجال ده أنا شخصيًا من المدرسة دي ما بيجيبش فايدة. ياما اتفرجنا على مناظرات في الثمانينات والتسعينات وفي الألفينات لناس بره، مسيحي مع ملحد، الملحد بيفضل ملحد، او مسيحي مع غير مسيحي بيفضل زي ما هو بيهاجم و و و الكلام ده كله. فانا شخصيا لا اميل ان احنا نخش في الجدال ده، خاصه على الميديا. الحاجات دي بتزيد التوتر،
بتهيج الدنيا اكتر. انا ساعات بخش ساعات كده بغلط واشوف الكومنتات بتاعت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، حاجه صعبه جدا. واحيانا احنا كمسيحيين بننزلق، نلاقي الاقي ناس بدل ما تمجد اسم المسيح او ترد بتنزلق وتشتم، وحاجه صعبه خالص، حاجه بعيده تماما عن روح المسيحيه. في على الجانب الاخر بعض المدارس اللي بترد زي مثلا فريق اللاهوت الدفاعي او الكلام ده كله، ولكن لازم يبقى في دراسه وقدره على الرد والاقناع قويه جدا. ده اللي حابب يعمل حاجه زي كده. لكن انا شخصيا من مدرسه ان انا بقرا كتابي عشان استمتع بيه واستفاد بيه واعرف كلام الله ووصيه الله ووعود الله عشان انا اعيشه. ده اللي يهمني اكتر بصراحه انا شخصيا، يعني عمري ما بدرس عشان اقعد ارد على الاخر خالص. انا بدرس عشان انا استمتع بكلام الله، وما تشككش انا نفسي. انا لو انا بقرا مثلا حاجه معينه ايه ده؟ يعني مثلا ربنا يسوع لما جه رد على الكنعانيه، لا ما قال لها ما ينفعش يتاخد خبز البنين ويطرح للايه؟ الكلاب. انا وريت النص كده من بره هحس ان المسيح كان ايه؟ قاسي. لكن ما اعرف الخلفيه ان اليهود كانوا بينظروا للامم ان هم كلاب، فهو بيوجه مسج لليهود اللي قاعدين شايفين اللي انتوا شايفينها دي ان هي كلبه، انتوا شايفينها كده يعني، عندها عظيم هو ايمانك. روح يلا بنتك اتشافت. فعايز يوصل لهم مسج. فانا لما اجي اقرا نص زي كده انا بقراه ليا عشان ما اعصرش او ما افهمش حاجه غلط او اتشكك. فهو ده اللي بقول لكم، البابا لازم تسمعوا الفيديو ده اول امبارح. ادرس وتعمق في كتابك المقدس ليك انت شخصيا اولا قبل ما نبص ان احنا نرد. لكن اللي عايز يرد في مجموعه كتب وابحاث كتير جدا جدا سواء اتعملت في مصر او بره للردود على النقد الكتابي او النقد النصي. ولو عايزين نبقى نحط على الجروب بتاع الفيس بعض اللينكات او بعض الكتب وحاجه زي كده. تمام؟ لو في تنبيهات. طيب خط احمر.